السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فيديو جديد، نهار جديد. المهم اليوم لقيتونا عندنا اول نهار في رمضان. بعدا راه ما برت لكمش العواشر المباركه عليكم، ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه وكاع داكشي اللي كنتمناو. كثروا الدعوات، راه حيت الدعوات كيستجبوا لنا في رمضان. يا ربي تيسر لاي واحد وتسهل على اي واحد، وما كنبغيو الشر، ما كنبغيو الضر لتا شي واحد. الله يسهل على كل شيء. وهذا ما كان. المهم اول نهار في رمضان، وسبحان الله، وماشي في دارنا زعما، ماشي في دارنا، الامور عاديه. اول نهار في رمضان كلشي تخلط لنا. اول حاجه الاجواء ديال رمضان اللي يلا غادي نفتتحنا عليها، الاجواء اننا عند ميمه اللي يلا عاوتاني كنعيشوها غنولفوا ليها. كتلقاي واحد تغيير في حياتك وقع فجأة وبواحد سرعة وكبير، واحد شونجمون كبير وقع في حياتك. صراحة أنا فات اليومين بحال مازال في واحد الصدمة صراحة، يعني كان تحرك وكان هذا، ولكن بحال مازال ما مستوعبش الأمر مزيان. ولكن كنقول الحمد لله، وفي نفس الوقت فرحانة من الداخل. الحمد لله فرحانة، علاش؟ حيت كنت ساكتة 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 بزاف، وقد ما أنا ساكتة قد ما كنتعذب من الداخل، وكنكون مؤلمة من الداخل اكثر. ولكن منين خرجت داكشي كامل اللي في قلبي ارتاحيت. ومنين دابا كنشوف مثلا راسي الا درت شي حاجه كنديرها لراسي وما غاديش يتغنل لي عليها حتى شي واحد، كنكون مرتاحه. هذا ما كان. وصافي دابا لقيت وانا غادي نمشيو للمدينه القديمه فين كتباع الحلوه الشباكيه، بريوات ديال اللوز داكشي. دابا باش عاد تصوبيه ما عندناش الوقت باش عاد نصوبو، صافي رمضان دخل. داكشي علاش غادي نشريو الواجد وباب السلسله. الناس تفات راهم عارفين باب السلسله كيتباع فيها صراحه داكشي مزيون مقيقي، داكشي اللي كيبان لنا زوين في المدينه القديمه. اصلا المدينه معروفه غير بهذا الشيء هذا، وكيكون مزيان غير خصك تعرف معدمن وصافي. دابا حنا بحال نمشيو للسونتر ديال هذا الشيء هذا، يعني البلاصتو المدينه القديمه ديال فاس. شو ناخذ منها تما الحلوه باش نديروا هاد النهار شي طبيله ديال الفطور زوينه. من بعد اولا ندير بيتزا. صراحه شهيت بيتزا، وبيتزا كتعجبني ديال الدار، ما كتعجبنيش ديال الزنقه ولا شي حاجه. كيعجبني نصوبها راسي بيديا وصافي. غادي نصوبوا بيتزا انا. تخيلوا معايا بقات لي ماشي 5 دقائق، بقات لي شي 3 دقائق المغرب، 3 دقائق اللي بقات لي بالضبط. ويلا دابا وصلت للدار ضميما، وهادشي بلان فين الستاسيون ديال الطوموبيل ما كاينش. المهم نشوف شي بلاصه باش نطلع بالزربه ونفطروا. كتودن وبنات عليا الفتنة. دوم السلام. Are
الجيدة سألة الجيدة صوبتاتي خايبة صوبتها هي تعاوننا في الحق لا كل واحد الصعوبة صراحة أنا وحدي تبارك الله على عميتو الله يبارك فيك كيداير عندك النهار مزيان الحمد لله الجرا وسخت قلت له غنهبط في المدينه شي سر عند باباك تي عندنا ايوا عندي فطري بسم الله دي الاول صرا الله طرك بابا صحا طرك عمي يوسف انت بقول لماما على ما تصلي بردوها الحريره الله يرحمها صافي جري واخا نوض ماشي مشكل نفس المشكل وباش نقراو شي كاين عندو قات البريوات بحال صراحه الشباكيه اللي عطاتنا شي ساعه وحنا تنتسناو واحد من الشباكيه صراحه زوينه درتها كتحمق دوقي شوف دوقي فاش شفت كامل انا شفت ندوقهم في النيل في النيزه عرفتي شنو شو طالي كنصوبو بيتزا وداك سوليس هزتها بحال هكا من المقلب ودازت هكا ايوا بقات في المعلقه وصافي كانت هي اخر وحده وبغيت ندير معلقه في مو درتها في مي مع صاحبتي ودوزتها شفتيها سمعناها كتكح وتبقى نبغي لا ما لقيت كنسيتو لا وصلت اصلا ما كتكاش زعما كبر مع الخمام كنت سخونه اصلا كنت صايمه يعني مش هي مش هي ناخذ يصح حقا فيها زوينه حتى هادي ورد اوف سيتيا زعما هادي زوينه كنت خدي سبريوات من الاطلس عادي لا علاقه ما كملتش وحده ما كملتهاش واش علاش كاين الزحام دابا واحد دابا علاش كاين الزحام لا انا راه فندير حد في المدينة ما عرفتش صراحه واش سميتو ولا ولكن واعر مزيان كما تشوفوا الزحام وقفوا وقفوا انا براسي كتوقع لي ملي كنحير ملي كنعرف بحال من عندنا ناخذ كنشوف الحاجه اللي العيالات عليها كنقول هو صافي راه هذوك الناس راه مزيعرفوا حتى شحال مره ما كتسمعش حتى شي حاجه كتعرفيها حاجه ما كتعرفيش فيها كتبعي الناس بصح عادي وندوقوا هادو ديال انا هادو عجبني ما ان شاء الله ماما صوبت الخبيزه انا صوبت الحشوه داك الحشوه اللي غادي نبقى نعمر بها كلشي حمينه والقلات ديال الدار زعما الحشوه يعمروا بها كلشي استعمالات صح بريوات كلشي بريوات كيزيدو معاها الشعليه عاوتاني كيجيو في الليل صباح الخير البنات كدايرين لاباس المهم شكون بحال البارح عرفتو غير فطرنا طحت كاو صافي ما بقيتش عاقل على راسي فقت تقريبا قرب السحور وعاد فقت ديك الساعات وكنت ما فيا ما يصور صراحه ولا شي حاجه دابا عاد نكمل لكم فيديو والبارح كنت باغا نكملو ونحط لكم الفطور ولكن داني نعاس وغلبني النعاس بحال نهار كامل كنقيلو صايمين وملي كيجي الوقيته ديال الفطور وكنفطر وكنترخى وكننعس انا بعدا كيجيني واحد النعاس بوحدو مول الفطور المهم بنات
البارح كنت باغا نهضر لكم شويه على زياره بابا، لانه ما هضرت لكم شويه هكا وكيفاش دازت البارح الزياره ديال بابا. بعدا فاش دخلنا الزياره، قبل ما ندخلو كان اتصل بينا وكان انا ما كنحملش الصداع يكون في الدرب وكنهضر، ما كنحملهاش هادي. بعدا سمحوا لي عليها، ما كنحملهاش. قلت لكم غادي نكمل باش بلا ما نعاود. قلت لكم قبل ما ندخلو الزياره عند بابا صون علينا في التليفون وهضرنا معاه، وانا بعدا ملي كنبغي نقول شي حاجه ولا شي حاجه بحال هكا كنقولها في وجه الانسان. كنا مازالين في الدار ديالنا وصون عليا وجاوبته، بقيت كنهضر معاه بجد وجد. تشوف فيا زعما شنو كتقولي؟ انا كنقول داكشي كامل اللي في قلبي وداكشي كامل اللي كاين، لعب والعار الا كنت زدت شي حاجه ولا نقصت شي حاجه، لعب والعار. ما يسمح لي حتى شي واحد الا كنت زدت على بنادم شي حاجه زدتها من راسي ولا هذيك. اكفس حاجه هي انك ما توصليش للحاجه كيف ما هي. انا بابا شكيت عليه كاع داكشي اللي في قلبي، علاش كنقول يسرى انت الهضره فيك خايبه؟ منين انا درويشه ما كنقول حتى شي حاجه، ما كنشكي عليه ما حتى حاجه، واخا كانوا بزاف ديال الفعايل كيكونوا من تحت لتحت وما كنقول له والو، كنقول له احنا مزيان. وهكاك وكانت لاصقه عليا داك القضيه ديال انني حقا كنحرشو كنقول ليه وكندير ليه، واخا انا ما كنقول والو. قلت انت لاصقه فيك هاد الهضره هادي، درتي ولا ما درتيش؟ وفوق هادشي انا ما كنحرشو ما والو، فرغت ليه كاع داكشي اللي في قلبي. وفوق هادشي باش يخرج ان شاء الله ما يتصدمش بالواقع المر، انه داكشي اللي خلى ماشي هو اللي غيلقى بزاف ديال الحوايج، داكشي اللي عوال مثلا يلقى ماشي هو اللي غيلقى. بينت له الواقع، حس دابا مثلا كنا بحال ما كنبغوش نجرحوه داخل السجن ولا نقولوا ليه الواقع ولا هذا، كنخليوه هكاك. هذه الاولى. المهم قلت لي كاع داكشي اللي كاين، فرغت عليه قلبي. قلت ليه مثلا حتى اخطاء نحن اللي كنديروهم، قلت لي شرحت ليه علاش مثلا حقا قال لك تشاعت علينا هذه. انا ما صراحه ما سنتاف هضره ديال حتى شي واحد، ولكن نجاوب عليها، هي ما ضرتنيش ولكن غادي نجاوب عليها. قال لك حنا كندخلوا، انا بعدا تندخل حتى جوج الليل. بعدا انا ما عمرني دخلت مع جوج ديال الليل، انا تندخل مع 12 الليل ل 11 ونص 12 ماكسيموم، ما كنتعداش 12 بحال هكا ما تنتعداهاش. وفوقاش انا ملي كنكون دخلت مع 12 راه جايه معاه، علاش؟ حيت انا كنكون مع راجلي كندورو، راجلي كيسالي الخدمه معطل، كنتلاقاو حتى ل10 ولا درا سي نورمال غادي ندخل مع 12 بحرا كنتعشى وبحرا نديرو كافي ولا شي حاجه بحال هكا، راه نورمال غادي ندخل مع 12. هو كيكون مشغول كيسالي معطل، هادو يعني عندي بعدا اعذار لهذا الشيء هذا اللي كيتقال. وبعدا جوج الليل ما كايناش، هادي ما كايناش جوج ديال الليل. المهم هذا غير ميساج، انا ما عمرني دخلت مع جوج الليل، وكندخل مع 12 من حقي، راه راجلي هذاك حلالي كيف ما تنقولوا، راه حلالي تبقى عليا شي وحده شي عالمه، لا ما محققش، ما كايناش مكتر من انه كاين عقد زواج، عقد زواج هذه بوحدها كافيه. وهادشي اللي كان هذا جواب على هاد حقه 12 الليل ولا جوج الليل، لانها تقالت لبا شحال هادي ملي كان في السجن عيط لي وبقى كيخاصمي ليا ولا، وفهمت ليه ماشي انا كندور في الزنقه بوحدي بوها ليا، راه مع راجلي وكيسالي الخدمه بكري معطل، وداك الشيء علاش هذا ما كان. هذه الاولى. ثاني حاجه بابا مسكين قلنا له كاع داكشي اللي كاين، صافي ترونا صراحه. كنا كنهضروا بواحد الانفعال، كنا كنهضروا بواحد هذا، قلنا له كاع داكشي اللي كاين حطيناه ليه. واول مره غادي واخا كيكونوا مشاكل وكنعاودوا له على شي حاجه كنكونوا كاملين، ولا كيكون عندنا شي حاجه كوميم كنصلحوه في داك داخل الزياره، واخا كيكون وقتها قليل 4 ساعه ولا، وكيدخل كيدخل كوميم ناشط. ولكن هاد المره هادي دخل معصب بزاف ومقلق بزاف ونفسيته ماشي هي هذيك، بقى فيا صراحه وبقى كيبقى فيك كثر. انت اللي على برا وكتكوني مازمه نفسيا، بقى عاد اللي مسكين راه مسدودين عليه البيبان ما عارف كي غيكون، ولكن كتقولي اللهم نقولها ليه دابا ويشوف شنو يدير ولا يعطينا شي حل، ولا حسن ما تيخرج وعاد يتصدم بالواقع وعاد. اللهم دابا. امي ما راها قالت له زعما راه غيبقاو معايا البنات حتى نشوفوا شنو غادي نديروا ولا نوصلوا لشي حل. واخا هو راه باين انه ما كاين حتى شي حل، يعني حدا حد الان بو لي مامو حنا مع جداتي، وقالت له راهم معايا في الامام، وبس بابا راه كيثق في ميما واحد الثقه تامه. هذا ما كان. وبالنسبه للفلوس، الفلوس اللي كيقولوا
كتدخلو 2000 درهم بعدا 2000 درهم ما كيناش ديال ما كتدخلش 2000 درهم بعدا هكا تدخليها الزياره ما كتدخلش ديال الاولى. ثاني حاجه مشات عندها جداتي وقالت لها هذاك راجلك هذاك كيف ما كان الحال راجلك حنا مثلا دابزه معانا مالنا حنايا هذاك راه راجلك الا مثلا ما ترفعي عليه ولا شي حاجه راه راجلك. قلت لها على المصروف قلت لها وخصوصا انه هذا راجلك ما قال لك لا طلاق ما جابت لك لا طلاق لا حتى شي حاجه راه راجلك كيف ما كان الحال الا كانت نيتك مزيانه. وهي تقول لها لا انا ما غاديش نصرف عليه صافي لا صافي لا هاد لا كل واحد كي غتجي كاين اللي غتجي معقوله كاين اللي ما تجيه ماشي معقوله. بالنسبه لينا حنا جاتنا ماشي معقوله لان انتيا راجلك هذا كتقولي راجلي ونموت معاه وقبل ما يدخل واخا ما عرف شنو يوقع انا نبقى مع راجلي وانا راجلي وانا راجلي. دابا فاش وقع ابسط الحوايج وراجلك مازال ماشي منه حتى شي حاجه العيب خليتيه على الدص. يلا افترض مثلا كون حنا ما نقدناش الموقف كنتي غتخليه على الدص. لنفترض حنا ما كنا ما نقدناش الموقف ولا مثلا عطيناه على الاقل فهاد الزياره هذه داكشي اللي كيتعطى له ديما كنتي غتخليه على هاد الراجل هذا على الدص يتخليه مخصوص. كون كان حنا ما عندناش داك فهاد الساعه هذيك وما كانش عندنا كنتي غتخليه في الحبس وانت عارفه المعاناه وعارفه يعني انسان كيبقى ناقص بزاف ورمضان هذا خصوصا انه رمضان انسان يشري تمرات وهذه 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 وتعطي لصحاباتك كيتنوزو كياكل السوشي تياكل كيدير الزردل هذا حشومه 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 مع العلم انه بابا كياخد 500 درهم في الشهر يلاه تتكفيل يلاه كيجيبها مع السيمانه لاصقه. هذا ما كان خلاصه القول ماشي كامل هو انه الفلوس ما بغاتش تعطى. حنا اللي عطينا البابا الفلوس حنا اللي عطينا له الفلوس هاد السيمانه هادي. وفي حاله ماما تعطاش مره اخرى ودبر راسكم عطيو ولا الهليج عليكم باش تعطيو هذاك راه كيبقى با امي ما كيبقى ولدها وانا وياها ان شاء الله ولا ما عرف شنو يقدر يوقع الا اقتضى الحال وشنا با صافي راه ما كاينش اللي غيوقف معاه انا غادي نوقف معاه حيت هذاك با كيف ما وقفت معاه وانا صغيره وكان على برا واخا كنبقى نقول با صافي بما فيه الكفايه خصني نشوف حياتي. ولكن دابا كتجيك هاد الظروف انه في الحبس هاد الظروف انه في الحبس اما كون كان برا هضره اخرى. ولكن انسان في السجن راه حاجه اخرى واخا انا راه مثلا عندي مصاريف عندي بزاف ديال الشغالات خصني نديرهم غير اختي فاطمه الزهراء بوحدها تهزيها ماشي سهله مصاريفها بهادي 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 مدرستها عاوتاني نزيد بابا وعاوتاني نزيد بزاف ديال الحوايج راه بلا ما نشكي عليكم ماشي سهل. ولكن الله يقدرني والله يقويني على هاد الشيء هذا ويا ربي اللي حوجنا على حتى شي واحد يا ربي اللي تحوجنا على حتى شي واحد هذه هي الدعوه اللي غادي ندعيها يا ربي ولا لا تعطلنا على حتى شي واحد يا ربي. علاش انا كنقول هاد الهضره هو انه المداخيل ديالك انتيا تتعرفي عارفه راسك وما تديروا منهم ما دايره منهم دار ما ديروا منهم دار ما دايره منهم طوموبيل ما دايره حتى شي حاجه راه مليانات محترمه اللي غادي تدي لها الفلوس ولا شي حاجه هكا باينه الفلوس مشات هنا ولا انا نهضر على راسي كون ما كنتش دات الطوموبيل هذا الشهر هذا كون راني تمرح ونعطي البا وندير هادي وندير هادي. ولكن جيتي معايا خساره في هذا الوقت هادي شويه الدرك ولكن ماشي مشكل غادي نهز با. وهذا الفيديو هذا راه ما تنقولش شي واحد عطيناه باش تفهموا اللي عنده شي فلوس يشدها عنده ما كنقول حتى شي واحد عطيني ولكن كنقول يا ربي الهلي حوجنا على شي حد راه اللي كيعطي وراه اللي كياخد والهلي حوجنا على حتى شي واحد في الدنيا. وهذا ما كان يا ربي تيسر الامور خلاصه القول هذيك حق راجلي ما نفوتوش من هذا من هذا الا عندك مشكل عندك معنا جاب راجلك الهضره ولكن غراري نعيشه غرو بك فعلا غراري نعيشه سيروا قلبوا على هاد القصه هادي غراري نعيشه كيدخلوا الناس بين المراه وراجلها وديري ولا طلقك ولا هذا حنا عندنا لك الراجل واجي عندنا وهزي بنتك وهزي قناتك وسيري للحسيمه سيري لبلادك
هزي زعما تيحسوك بانك خصك تهزي بنتك وتهزي قناتك باش كيحسوك انك زعما راكي مراه وقاده. هزي وسيري وديري وفعلي. هذاك الشيء حلاوته شهرين 3 شهور 4 شهور 6 شهور حلاوته وغادي صافي. يعني شنو غادي يخليوك؟ انا عندهم لي دي ميساج اللي تيقول لك هزي راه حتى اللي غيخليوك. كيف ما مثلا حروها علينا العيشه في الدار اللي خلاونا نخرجوا منها، حروا علينا العيشه تخرجنا منها، ها هما يجيو يدوزوا معاك رمضان. هزي يجيو دابا يدوزوا معاك رمضان. فاطمه زهراء سيري عند امك، يسرى سيري عند راجلك، وميمه كيتسناو يوسف يجي وتجي لدارها. ياك هادشي اللي كنتو باغيين. دابا شنو هو الذنب ديالنا حنايا اللي كتلومونا علاش درتو هادي وعلاش درتو هادي؟ ياك اصلا هادشي اللي كنتو كتناديو به، كنتو كتناديو ان فاطمه زهراء تمشي وانا نمشي عند راجلي، وميما كتسناو باقي واحد 6 شهور ويوسف يخرج وغادي تجي، يعني ما بقى قد ما فات وغاتجي لدارها. ياك هادشي اللي كنتو اصلا كتناديو به حنا درنا لكم، وتقولوا لنا دابا حنا لا حقا ما مزيانينش حيت خليناها، وهي اصلا هادشي اللي باغا، وهي اصلا هادشي اللي تقيل تهضر معاكم هذا باش الو قولوا لهم الو ديروا لهم فعلوا لهم تركوا لهم ناديوا هاد النداء هذا. احنا تنسمعوا كلشي وتنسمع كلشي، ولا ما كناش كنسمعوا كيوصلنا، الا ما كناش كنسمعوا درنا لكم داكشي اللي بغيتو. حقا ما مزيانينش، حقا ما مزيانينش. فاطمه زهراء اختي خرجت براءة من داكشي كامل، يعني ما كاين لا تمشي هنا ولا تجي هنا. انا شي حويجه ديالي مازالين معطلين باش تلقاي دار، وهادي راه ماشي سهله باش غنجلس انا مثلا خصني واحد شهر ولا شهرين زايده على هاد الشيء هذا، ما نقدرش نجلسها في واحد الدار اللي مطروده فيها ولا اللي ما باغينيش ماليها ما نقدرش. امي ما عاوتاني كذلك، صافي الحمد لله عند ميما دار ديالها ملك. بعدا ماشي تذكرة الا ما خلصت الشهر يخرجها من الدار ديال ميمة، اصليا ملك ديالها. بعدا تا الا قلنا دار ميمة بالشان والهمة، ماشي حقا داري ولكن راه غير كاريا بزاف ديال الحوايج. بعدا بالشان والهمة كندورو ندورو وكنرجعو للاصل، فهمتي؟ ودا ما كان ما يديرش تاوات الخير وصافي. ومازال ان شاء الله ما موعدنا ما حبسش هنا مازال كاين اخرين. اي جبدوني راه عندي باش نجبدكم، اجبدوني عندي مازال نزيدكم الجديد مازال كاين. هذا ما كانوا بسلام عليكم. انا ما كنبغيش نعصب براسي في هذا الصيام هذا وحنا صايمين وكلشي والعواشر هذه، ما كنبغيش نعصب راسي ونحيد الطاقه ديالي معكم حيت ما تتقاداش وما تتساليوش. شكرا بزاف، يلا بسلام عليكم.